دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، معالي الوزير الصديق محمد الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي السادة الوزراء الحضور من مصر والإمارات، ولكم جميعاً كل الاهتمام والاحترام والمودة. السيدات والسادة، هذه الاحتفالية التي نشهدها اليوم هي مناسبة لكي نتحدث عن العلاقات العربية العربية، ليس من باب النقد أو التباكي أو حتى الانتقاد كما يجري هذا الحديث عادة، ولكن من زاوية الإمكانيات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العلاقات في ضوء نموذج مبهر نحتفي به اليوم ونقدره ونعرب عن سعادتنا به، لعلاقات ممتدة بين دولتين عربيتين جمعتهما روابط شديدة الخصوصية والتميز لخمسة عقود متواصلة. إن نموذج العلاقات بين مصر والإمارات بما يعكسه من تكامل في الجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية يمثل بكل الصدق مثالاً نطمح إليه ونتطلع له لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين دولنا العربية، وللإمكانيات الكبيرة التي يمكن إطلاقها والطاقات التي يمكن تفجيرها والاستفادة منها إذا أديرت العلاقات بين دولنا على نحو صحيح وبرؤية استراتيجية تكاملية. وأقول بعبارة أمينة وواضحة إن الجامعة العربية هي الرابح الأول من أي علاقات بينية طيبة بين دولها الأعضاء، سواء في أي إطار ثنائي أو متعدد فيما بين الدول العربية وبعضها البعض. فلست من أنصار أن الرابطة العربية يتعين أن تتمثل في الجامعة وحدها دون غيرها، وإنما أعتبر الجامعة مظلة كبيرة شاملة تضم تحت لوائها كافة أشكال التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتكتسب الجامعة قوة وحيوية من كافة التجمعات العربية ومختلف أشكال التعاون بين الدول الأعضاء. الجامعة العربية، لمن لعل البعض بين المواطنين العرب لا يعلم ما هي الجامعة، الجامعة العربية هي منظومة عريضة عميقة واسعة تشمل الكثير من المجالس الوزارية والمنظمات العربية والنشاطات المختلفة في كافة المجالات. هي تتابع كل مسألة يتعرض لها شعب أو حكومة عربية، بمعنى لها مفاهيمها في الصحة والتنسيق بين وزراء الصحة، لها مفاهيمها في التعليم، في التعليم العالي لديها أكاديمية يدرس في هذه اللحظة بها ما يقرب من 35,000 شاب عربي، لها اهتمامات بالبيئة، بالتعليم العالي، بتغير المناخ، بالنقل، بما يفكر فيه إنسان الجامعة العربية تعمل في إطاره، وبالتالي لها هذا التاريخ. أحياناً تنجح وأحياناً تتعرض لعقبات، ولكن الجامعة ليست فقط عملاً سياسياً، ولكن مثلما قلت تغطي كافة المجالات: الاقتصاد والتجارة، الاجتماع والأسرة والطفولة والمرأة والشيخوخة وأي شيء آخر. مع ذلك فإنني كأمين عام للجامعة
أحث الدول العربية دوماً على أن تجعل العلاقات بينها سبيلاً وطريقاً إلى التكامل العربي بمعناه الشامل. فالغاية من الجامعة هي أن يتخذ التعاون والتنسيق بين الدول شكلاً مؤسسياً وطابعاً مستديماً وممنهجاً وشاملاً. ونحن نتحدث اليوم عن دولتين لهما إسهام بارز وحضور مهم في عمل الجامعة العربية على كافة الأصعدة. فمصر والإمارات من الدول الحريصة على العمل العربي المشترك بمعناه الجماعي، وكل منهما تكرس جزءاً معتبراً من تحركاتهما ونشاطهما الدبلوماسي للعمل العربي في إطار الجامعة. اسمحوا لي أن أشير هنا إلى ما نتابعه جميعاً من تطورات عالمية متسارعة وتفاعلات شديدة السيولة والتحول تنطوي على أزمات متلاحقة وغير مسبوقة في حدتها وتواترها. وفي خضم هذه الأزمات تزداد حدة الاستقطاب في النظام الدولي، كما يتصاعد الاتجاه إلى التكتل والتصلب في المواقف. إن هذه الأوضاع كلها تفرض علينا من وجهة نظري وكعرب المزيد من التنسيق والعمل المشترك. ففي عالم يزداد ميلاً للاستقطاب والمواقف الحدية، تشتد الحاجة إلى المواقف الجماعية وإلى التكتل وتوحيد المواقف. وأتمنى مخلصاً أن تكون القمة العربية التي تعقد في الجزائر في خلال أيام قليلة قادمة، وبدأت فعلاً عملياتها على اجتماعات مندوبين الدول العربية اليوم، أن تحقق النجاح بإذن الله، فاتحة لهذا النهج في العلاقات العربية، وأن تكون قمة للم الشمل الحقيقي وجمع الإخوة تحت سقف واحد من أجل توحيد كلمتهم ورؤيتهم دفاعاً عن المصالح العربية ومستقبل الشعوب العربية في عالم تتعقد مشاكله وتتوالى أزماته. لقد كشفت تجربة السنوات الماضية عن أن العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم العرب في وقت الأزمة وزمن الشدة. وللأسف فإن الكثير من دول المنطقة العربية لا زالت تأمر بأزمات خطيرة تهدد وجودها ذاته في بعض الحالات، ويظل العمل العربي المشترك سبيلاً لا بديل عنه للتعامل مع هذه الأزمات في داخل البيت العربي وبعيداً عن تدخلات الآخرين وأجنداتهم. إننا اليوم بصدد نموذج ناجح لعلاقات بين دولتين عربيتين قامت على الصدق والمحبة والأخوة الخالصة منذ اللحظة الأولى، سواء على مستوى القيادات أو الشعوب وفي شتى المجالات. وها هي شجرة العلاقات التي تعهدها الشعبان والدولتان بالرعاية والمحبة لخمسين عاماً، تثمر اليوم ثمراً طيباً وتمنحنا نموذجاً باهراً من استدامة الصداقة بلا انقطاع وتواصل العطاء المتبادل بغير حدود. تبقى لي شخصياً بعض الكلمات التي أرغب في التحدث بها. لقد استمعنا منذ دقائق لخطاب هام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحدث فيه عن مقولة رائعة للشيخ زايد بن نهيان عندما قال أن الدم العربي أغلى من الثروة العربية. كانت دولة ناشئة
مضى على ولادتها ما يقرب من عامين، أتحدث عن الإمارات العربية المتحدة. وقفت مع مصر في معركة الحياة، في الملحمة الحقيقية المصرية، ودعمتها. ولذا كانت هذه الصلات الوثيقة العميقة الممتدة بين الرئيس أنور السادات الذي شاهدنا صوره منذ لحظات، والشيخ زايد بن نهيان 10 أعوام. ثم جاءت سنوات الرئيس مبارك 30 عاما من الصداقة والمودة، وعملت وزيرا للخارجية وأشهد أن العلاقات كانت متميزة للغاية. ثم يأتي 30 سبتمبر 2013، وتقف وبكل القوة والدعم دولة الإمارات مع هذا البطل المصري الذي لبى نداء شعبه، الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقفت الإمارات تدعم الرجل، وتدعم جيش مصر، وتدعم الجمهورية المصرية البازغة الجديدة، وتستمر العلاقة. تمنياتي أن تكون دائما هذه العلاقة مثالا ينهجه الجميع في علاقاتهم الثنائية. شكرا جزيلا.